السلام عليكم. لا تكاد المدينة ترتاح من محنة حتى تعصف بها أخرى، فهذا عدو لن يتركها تعيش في سلام، وهو يحيطها بأرتال الظلام. فمن شرق القدس المحتلة من الخان الأحمر، تلك القرية الوادعة التي يعرف سكانها من البدو كل شبر في القدس المحتلة قبل أن تولد ما تسمى بدولة إسرائيل المارقة، إلى مقبرة باب الرحمة الملاصقة للجدار الشرقي للمسجد الأقصى المبارك، يتواصل عدوان الاحتلال الصهيوني الوحشي ليؤكد أن القدس مستهدفة من جهاتها الأربع، وأن الأقصى ليس وحده من يكابد التهويد. يريدون منها أن تفتح أبوابها للغزاة الغرباء، وأن تتنكر لعروبتها وإسلاميتها، لكنها تصر أن تتكلم باللغة العربية الفصحى، وترفض أن ترطن بالعبرية، فهي ليست لغتها ولا تتطابق مع ملامحها العربية السمراء الأصيلة. القدس لا تستطيع أن تستسلم، لأنها قطعت على نفسها عهدا أن تهزم المحتلين وأن تسجل مرة أخرى أنها عصية على الانكسار، وأن المحتل جاء إليها ليقبر في مقابر النسيان والمجهول والضياع. ستعيش القدس مثل ما يحلو للمدن المقدسة العظيمة أن تحيا، وسيندحر المحتلون كما يليق باللصوص والمارقين أن يندحروا، وإنا لغالبون.